بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا مشاهدين قناة الريان والكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن. ورحب أيضا بالحاضرين معنا على أرضية ميدان الشحانية في ليلة سباق الجداع، حيث سنشهد 12 شوط، هذا هو أولها. يستعد مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم على الهواء مباشرة للانطلاقة. هذا الشوط الأول الرئيسي، نشاهد الاستعدادات. 12 شوط هذا هو أولها على الهواء مباشرة في هذا اليوم السادس من شهر نوفمبر لعام 2021. وما هي إلا لحظات في أشواطنا المفتوحة حتى ينطلق أولها في هذه الأثناء. الكل مستعد من إخواني المضمرين. هكذا مشاهدينا الكرام تعطى ويعطى هذا الشوط إشارة البدء والانطلاق. فبسم الله وعلى بركة الله دائما وأبدا أيها الأعزاء في كل مكان، ينطلق الشوط الأول الرئيسي لجداع البكار بمشاركة 18 بكرة، الهدة وهيبة، سلام ومعاذير، صيت والطيارة، سجيل والجادل، نوادر وخيرة، العبور والعاديات، صفا وصحاري، رهف وجلد، وجردة تشارك. 18 اسم حاضر ومتواجد في هذا الشوط الأول الرئيسي من مسافة 6 كيلومترات، المسافة القصوى والمسافة المقررة لسن الجداع في المهرجانات وحتى نهاية هذا الموسم. الله يوفق كل هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة، ما شاء الله على هذا العدد، على هذه الشعارات، على هذه الأسماء المتواجدة في شوطنا الأول. المقدمة مباشرة سلام مع المركز الأول، سلام مع صدارة الشوط. نفتتح مع سلام النداء ونفتتح معها الإذاعة ناجم الزبار بتضمير حمد بن سالم بن زاهرة، يتابع سلام في التضمير. بينما المركز الثاني وصلت سجيل، على المركز الثاني سجيل من هجن الشحانية، يضمر سجيل يتابعها في التضمير جابر بن فاران. بينما المركز الرابع شعار هجن أم الزبار يتقدم مع معاذير. هجن أم الزبار من تسيطر في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات على المركزين الأول والثاني من خلال تقدم سلام ووصول في هذه اللحظات معاذير لهجن أم الزبار. سلام بقيادة بن زاهرة ومعاذير مع ناصر بن حمد الشهواني في التضمير. المركز الثالث هجن الشحانية مع سجيل بقيادة جابر بن فاران. بينما المركز الرابع تصل فيه العاديات، تصل العاديات لهجن انتاج ام الزبار مع المحنك عبد الله بن سلامة يتابع العاديات في هذا الشوط. بينما المركز الخامس، هات لي لقطة يا مصورنا او مخرجنا العزيز علي ابو شارب، على المركز الخامس تقدمت نوادر لهجن الشحانية مع سالم بن فاران يقدمها في هذه اللحظات، وانتقلت من الخامس الى المركز الرابع، غيرت الى المركز الرابع. بينما المركز الخامس ارانضمام ودخول العبور هجن انتاج ام الزبار مع جابر بن علي النجم في التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. العودة الى مقدمة الشوط، سلام على المركز الاول، سلام على مقدمة الشوط. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، هيبة على المركز أو سلام على المقدمة، هجن انتاج أم الزبار، حمد بن سالم بن زاهرة. الله يا سلام على انطلاقة سلام، على تقدم سلام على. بينما المركز الثاني تصل فيه معاذير لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني، هجن الشحانية تصل على المركز الثالث مع سجيل. من تتقدم سجيل، تتحرك سجيل، تراجعت قبل قليل إلى المركز الرابع وعادت في هذه اللحظات للمركز الثالث. وأيضا في المثلث الذهبي، في هذا المثلث المطلوب
المحبوب المرغوب من قبل المضمرين من قبل الملاك الثلاثة المراكز الأولى، من تزعفر بالمهرجانات، من توشح بالأوشحة، هذه الثلاثة المراكز الأولى والدائرة الذهبية، بينما المركز الرابع تحركت العبور، تحركت العبور، هل تعبر العبور، هل تعبر العبور بناموس شوط الجزاع الرئيسي إلى وتنقل السلامات إلى إنتاج أم الزبار وإلى محمية إنتاج أم الزبار، أم ينتقل السلام إلى مؤسسة إذن الشحانية العملاقة؟ هذه العبور على المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن أم الزبار، هل تعبر بالسلام؟ هذا يتمناه بطبيعة الحال المضمر النجم جابر بن علي النجم، من يتابع العبور، من يقدم العبور في المركز الرابع في الشوط الأول الرئيسي، بينما المركز الخامس تصل يا أبو بخيت يا مخرج العزيز، هات لي المركز الخامس، هات لي رقم 8 الجادل، مرحبا بالجادل، تصل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني، والمضمر جابر بن علي بن جرح، حبي الله يا أبو علي، هل الخيسة لهم حق في السلامات أيضا في هذا الموسم؟ على المركز الخامس إن فازت الجادل فالسلام إلى الخيسة مباشرة من ميدان الشحانية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول شحاني، على المركز الثاني أم الزبار وإنتاجها المميز، مع المركز الأول سلام، مع مقدمة الشوط، مع مقدمة الشوط تعود ملكيتها لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زهرة، بينما المركز الثاني سجيل لهجن الشحانية، مع المركز الثاني في الشوط الأول الرئيسي طارت الجداع في هذا الشوط، بينما المركز الثالث تصل فيه وتتقدم العبور، العبور عبرت إلى المركز الثالث لهجن أم الزبار مع جابر بن علي النجم، بينما المركز الرابع وصلت معادير لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني، بينما المركز الخامس يا سلام تصل الجادل، ولكن مرحبا بهذا القدوم، تصل الهدى للمركز الخامس، تنتقل إلى المركز الرابع ومرت وعبرت الهدى إلى المركز الثالث مباشرة، إلى المركز الثالث سجلها حافل بالانتصارات، سجل الهدى حافل بالإنجازات، هذه تتقدم إلى المركز الثالث لهجن أم الزبار بقيادة حمد بن سالم بن زهرة، الهدى على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل فيه في هذه اللحظات العبور لهجن أم الزبار، والمركز الخامس أيضا، المركز الخامس معاذير من هجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط ما زالت سجيل على المركز الأول على صدارة الشوط هجن الشحانية مع سجيل في هذا الشوط القوي، في هذا الشوط المميز بنخبة أسمائه، نخبة مضمرينه، الله يا سلام لمن سيسجل ناموس شوط الجداع الليلة باسم من هذه البكار الحاضرات، كيلو ونصف الكيلو على نهاية الستة، على نهاية معرفة البطلة في هذا المساء، ما زالت سجيل على المركز الأول، ولكن تصل الهدى، تصل الهدى المرشح الأبرز في هذا الشوط لهجن إنتاج أم الزبار، الإنتاج المميز، الإنتاج الزاخر بالفحول، الإنتاج الزاخر بالأصايل مع المركز الثاني، ولكن سجيل ما زالت على المقدمة، 1200 متر الأخيرة سجيل والهدى والهدى وسجيل، الهدى المنهدى مع المركز الثاني، ولكن سجيل مع المركز الأول مع ناموس الشوط حتى هذه اللحظات، الكيلومتر الأخير يا مضمرين، يا عمالقة التضمير، يا جماهيرنا الأعزاء، نقترب من الكيلومتر الأخير، نقترب من أمتار الحسم، من أمتار العزم، من أمتار القوة، من أمتار الصمود، من أمتار التغيير، الله يا سلام، ما زالت على المقدمة سجيل على مقدمة الشوط لهجن الشحانية، الهدى على المركز الثاني لهجن إنتاج أم الزبار، بينما المركز الثالث بعيد نوعا ما، أبقى مع الثنتين، أبقى مع الثنتين، مع المركزين الأول والثاني سجيل على المقدمة، ولكن المركز الثاني الهدى لهجن إنتاج أم الزبار، الهدى تحركت، سجيل تنطلق في هذه اللحظات بدون أي أوامر، 600 متر أخيرة على الناموس، على الفوز، على الانتصار، تصمد وتثبت
تثبت سجيل، تثبت سجيل مع في وجه هذه العملاقة اللي في المركز الثاني. الله يا سلام يا سلام، سجيل مع المركز الأول لهجن الشحانية، ولكن المنافسة ما زالت تحتدم بين الهدى وما بين سجيل. شوط رئيسي، شوط ناري، شوط قوي. الهدى سجيل سجيل، والهدى سجيل مع المركز الأول مع الشوط الرئيسي. تصمد سجيل رغم الضبوط المتواصلة والمتتالية من الهدى الهدى الهدى، ولكن سجيل ولكن سجيل جيل تصمد سجيل لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران سالم بن فران، ولكن يا سلام يا سلام. الهدى 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 الهدى، تنتزع الرئيسي الهدى. تهانينا والناموس لهجن لهجن انتاج ام الزبار وللمضمر حمد بن سالم بن زاهر. التهاني موصوله لهجن انتاج ام الزبار وللقائمين على مؤسسه انتاج ام الزبار. المركز الثاني سجيل لهجن الشحانيه مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث الطيارة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع المركز الرابع وصلت العبور لهجن إنتاج أم الزبار مع جابر بن علي النجم. المركز الخامس المركز الخامس نوادر لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. إذن مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، شاهدنا هذا التنافس المثير حقيقة وهذا الشوط المشوق للمتابعين من خلال هذه المنافسة التي حضرت في الشوط الأول الرئيسي بين هذه الأسماء والدلل الأصايل السبق المعروفات. قطعت فازت بهذا الشوط الهدى، قطعت المسافة في توقيت جدا مميز في هذا المساء. ربما يصمد هذا التوقيت ربما 9:16 75 جزء من الثانية. تهانينا لهجن إنتاج أم الزبار وللمضمر حمد بن سالم بن زاهرة. بينما المركز الثاني المركز الثاني اللي وصلت فيه سجيل لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران اللي ما قصرت حقيقة، قطعت المسافة في 9:16 99 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران على تقديم سجيل بهذا المستوى الممتاز. كانت قاب قوسين يا أدنى من انتزاع ناموس الشوط. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث حاملة الرقم 6 من هجن إنتاج أم الزبار 9:19 85 جزء من الثانية. تهانينا على فوز الطيارة بالمركز الثالث، والتهاني لهجن الشحانية المركز الثالث مع هجن الشحانية حملة رقم 6 وليس إنتاج أم الزبار. تهانينا على فوز الطيارة لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. تهانينا.